باسمكم جميعا، باسم النضال والصمود، باسم التضحية والوفاء للشهداء، شهدائنا الأبرار، شهداء شعبنا، نحييكم جميعا مناضلين مناضلات شبيبة النهج الديمقراطي المناضلة، مناضلي النهج الديمقراطي، ضيوفنا الكرام. بادئ ببدء، لا بد أن نحيي شهداءنا الأبرار، بدءا بأمير ثورة الريف مليم حمد بن عبد الكريم الخطابي، مرورا بشهداء الحرية والكرامة، شهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية، شهيدنا البطل القائد الرمز عبد اللطيف زروال الذي قال: هكذا صنعتني يا أبي توريا، وهكذا صنعتنا يا وطنا ثوارا. ثم سعيد المنبهي عروسة الشهداء رمز تحرر المرأة المغربية التي قالت: يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكتاب، يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكتاب، يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكتاب، سنواصل الكتاب، التي قالت: أموت فداك يا وطني، أنا اليوم في السجن كي لا يكون السجن غدا، فكان السجن بالأمس ولا زال السجن اليوم، ولنعمل ألا يكون السجن غدا. إلى أمين التهاني عريس الشهداء، إلى كافة شهدائنا الأبرار، دون أن ننسى شهيد قوى الغدر والظلام في تونس الحرية، في تونس الثورة، الشهيد شكري بالعيد. رفاقنا، رفيقاتنا، ندعوكم جميعا إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على هؤلاء الشهداء، وكذلك شهداء حركة 20 فبراير المجيدة وكافة الشهداء. مواصلة حضورنا الكريم، رفاقي رفيقاتي في شبيبة النهج الديمقراطي، ضيوفنا الأعزاء، نفتتح وخير ما نفتتح دائما به أنشطتنا تذكر الشهداء، وعلى رأسهم زروال، فلنغني جميعا نشيد شبيبة النهج الديمقراطي: زروال 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 زروال. No, no.
Gloire aux martyrs de la liberté et de l'émancipation dans toutes les nations. Gloire aux martyrs du mouvement marxiste-léniniste marocain. Gloire aux martyrs de l'organisation Hilal Amam, Saïd Al-Mnebhi, Abdeltef Zerwal, Amin Tahani. Gloire à tous les martyrs du peuple marocain. Mes chers camarades, mesdames, messieurs, bienvenue à l'ouverture de notre congrès, celui de la jeunesse de la voie démocratique, qui se tiendra à Harghoura le 22, 23 et 24 mars 2013, sous le mot d'ordre « Un mouvement de jeunesse unie pour la lutte contre le despotisme marzénien et pour un régime démocratique ». نحييكم مجددا الحضور الكريم الرفاق والرفيقات ضيوفنا الأعزاء شبيبات تجمع اليسار الشبيبات اليسارية والماركسية والشيوعية عبر العالم التي حضرت ولبت دعوتنا والتي لم تلبي دعوتنا والتي أرسلت إلينا رسائل تحية إلى مؤتمرنا هذا نعلن عن افتلاق أشغال مؤتمرنا الوطني الثالث لشبيبة نهج ديمقراطي تحت شعار حركة شبيبية موحدة للنضال ضد الاستبداد المخزني ومن أجل بناء نظام ديمقراطي وذلك بكلمة الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يلقيها الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الرفيق المصطفى البراهمة. Nous débutons avec l'allocution du secrétaire national de la Voix démocratique, notre camarade Mustapha Al-Brahma.